الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله محمد الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم فقهنا ونور أبصارنا وقلوبنا، ويسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. تكلمنا في الزكاة في الجلسات السابقة على شرائط وجوب الزكاة في الأصناف المختلفة، وكان من ضمن هذه الشروط النصاب. فالنصاب ده شرط موجود في كل أنواع المال التي يخرج منها الزكاة، سواء كانت ذهب أو فضة، أو كانت حيوان يعني أنعام، أو كانت نبات زروع وثمار. فالنصاب ده يعني شرط لازم في كل أنواع الزكاة، لكن يختلف على حسب نوع ما يزكى. فنتكلم اليوم على فصل في مقدار نصاب الإبل وما يجب إخراجه عنه. الإبل اللي هي الجمال، بلغة المصريين يقول لك الجمل، والجمل الذكر يسمى جمل والأنثى تسمى ناقة، والإبل يطلق على الذكر والأنثى. فالمصريين يقول لك جمل وخلاص كده، حتى على الناقة منه في اللغة العامية عندنا. لكن على أي حال، الإبل هي الاسم، أو البدن هو الاسم العام اللي يشمل الذكر والأنثى. يعني يبقى عندي كام جمل عشان أطلع الزكاة؟ أول ما يبقى عندي كام مع الشروط الأخرى اللي هو السوم بقى، احنا قايلين والملك التام والإسلام وغير ذلك من الشروط اللي احنا اتفقنا عليه. فهيكلم على مقدار نصاب الإبل، وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة، يبقى ابتدي من خمس جمال. عندي خمس جمال ابتدي اطلع، قبل خمسة ما عنديش، ما ليس عندي زكاة. واول نصاب الابل خمس وفيها شاة، يبقى زكاتها شاة. اي جزع الضأن لها سنة ودخلت في الثانية، او ثنية معز لها سنتان ودخلت في الثالث. شاة شروطها شروط الاضحية من حيث السن والصفات، كويس. اذا كانت من جنس المعز يبقى سنتين وماشيه في الثالثه، واذا كان من جنس الضأن يبقى جدعه. وشاة هنا يستوي فيها الذكر والانثى، لان التاء اللي فيها دي تاء الوحده مش تاء الايه التانيث. وقوله وفي عشر شاتان، وفي عشر شاتان، انا عندي خمس جمال اطلع شاة. طيب عندي ست جمال برضو شاة، سبعة برضو شاة، لحد تسعة برضو شاة، بقوا مع عشرة اطلع شاتين. طب والمسافة دي اللي هي من خمسة لعشرة يسموها وقص، لا زكاة فيه، وقص، واخد بالك؟ ما طلعش فيها زكاة، واضح؟ يبقى عشرة شاتين، وافضل من عشرة ما طلعش الا شاتين لحد ما يبقوا 15، يعني لو 14 برضو شاتين، وهكذا 15 اطلع ثلاث شيئين، سهلة. طب 20 أربع شيئين. طب 25 بنت مخاض. خد بالك بقى، أسنان الإبل، أسنان الإبل كل سنة لها سن، لها اسم. اللي عمرها سنة أنثى من الناقة، وعمرها سنة تبقى بنت مخاض، اسمها بنت مخاض، يعني أمها هتبقى حامل صالحة لأنها تحمل وهي والداه، كويس؟ طيب بعد سنة تكون وضعت البطن الثانية،
فابتدت ترضع فيسموها بنت لابون. يبقى اول سنه اللي عندها سنه من الجمال يسموه بنت مخاض او ابن مخاض على حسب ذكر او انثى بقى. لكن احنا هنا هنطلع بنت مخاض، بنت يعني انثى، عشان الفقير ياخدها يفرح بيها يكبرها تقوم تولد زيها وتديله لبن يقوم ينتقل الى الغنى، فبديله انثى عشان كده يبقى اديله بنت مخاض. ده بعد ايه؟ لما يبقوا 25، من 25 لحد 35 برضو بنت مخاض ما تغيرتش. اجي 36 يتغير، ادي بقى السن اللي فوقيه بنت لابون اللي هو اللي عندها سنتين. يبقى ايه؟ ناقة عندها سنتين بنت لابون، لان امها بترضع اللي بعدها فسموها بنت لابون، لان الجمل يحمل في سنة يولد بعد سنة. كويس؟ اللي هي الناقة يعني، احنا بنقول الجمل بلغة المصريين على اعتبار ان الجمل يطلق في لغة المصريين على الانثى والذكر. طيب نمشي من 36 لحد 46، عند 46 اطلع حقة، يعني عندها 3 سنين سموها حقة علشان يحق لإيه؟ للذكر أن يطأها ويحق للمالك أن يحمل عليها، فسموها حقة. كبرت كده بقت تستحمل يسموها حقة. طيب بعد من 46 لحد 60 ما طلع هي حقة بقى، عند 61 أطلع جزعة عندها 4 سنين، جزعة عمرها 4 سنين. خلاص؟ بعد الجذعة دي آخر أسنان الإبل في الزكاة، ما بيطلعش أكبر من كده في الزكاة، إلا لو طلع أكبر من كده ياخد الباقي، ياخد بقيتها. كويس؟ يبقى أنا آخر أسنان الإبل عندي هي الجذعة. عند 76 أطلع بنت لبون، اتنين، عند 76 أطلع بنت لبون، يعني جملتين باللغة العامية الخيبانة بتاعتنا، معلش، جملتين يعني ناقتين عمر كل واحدة سنة وماشية في الثانية. كويس؟ يعني لسه ما دخلتش الحضانة. عند 76 أطلع بنت لابون، أفضل أطلع بنت لابون اتنين يعني لحد ما يبقوا 91. عند 91 أطلع حقتان. خلاص؟ حقتان. افضل اطلع حقتان من 91 لحد 120. عند 121 اطلع 3 بنات لبون. عند 121 اطلع 3 بنات لبون. سهلة؟ بعد كده في كل 40 بنت لبون وكل 50 حق. وامشي بقى. يعني انا عندي 130 جمل. عندي 130 جمل، عندي يعني 40 و40 و50. يبقى اطلع بنت لابون عن كل 40 بنت لابون، يبقى عندي 42، يبقى بنت لابون وبنت لابون بنت لابون، وال50 اطلع عنهم حق. فهمتني ازاي؟ وهكذا تمشي بقى، تقعد تحسب بالطريقه دي. نيجي نقرا كلام الشيخ. ايوه. لا بتطلعه كده ماشي على رجليه عشان الفقير ياخد حاجه يستفيد بيها، ياخدها يستفيد بيها يربيها يوم. وعلشان كده لو الزكاة تطلع زي ما الشرع قال بعد كام سنة مش هتلاقي فقير، لكن احنا بنطلع الزكاة بطريقة غلط. لا لا، عشان يتخانقوا كل يوم يقتلوا بعض، يبقى انا هعمل جناية. فقير يجي يسوقه وياخدها وتنه ماشي، ما قسمش انا حاجتين، حاجة بين اتنين عشان كل يوم يبقى فيه بينهم نزاع. انا هطلع بنت لابون، ادي بنت لابون لأسرة وبنت لابون تانية لأسرة كله. لا ياخدها صاحية، وانا حداله لحمة، هو عايز لحمة، هو عايز اولا يحمل عليها، عايز يربيها عشان تولد زيها، وعايز كمان ياخد لبنها يستفيد بيها بقى، يبقى حاجة تانية تنقل نقلة تانية. فبداله صاحية بتمأمأ يفرح بيها وتنعر وتعمل له صوت حتى بين الجيران، تبقى حاجة حلوة كده، يوم يفرح يوم ايه، يبقى يشوف الغني ماله بيزيد يقول اللهم ببارك له. ليه؟ لانه عارف انه كل ما زاد هو كمان هيتنعنش معايا، ما يبقاش في حقد بقى. فصل في مقدار نصاب الابل وما يجب اخراجه عنه. هنقرا كلام الشيخ
في الهامش الأول اللي هو المتن مع شرح ابن قاسم، يقول: وأول نصاب الإبل بالخمس، وفيها شاة أي جدع الضأن لها سنة ودخلت في الثانية، أو ثنية معز لها سنتان ودخلت في الثالثة، وقول: وفي عشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، وفي 25 بنت مخاض من الإبل، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جزعة. حد كان يعرف يجيب الحاجات دي بالعقل؟ يبقى العقل لا مدخل له في هذا، لولا السنة ما تعرفش، لأن العقل لا مدخل له فيها، مش كده برضه؟ وفي 61 جزعة، للجماعة اللي يقول لك احنا قرآنيين بس مالناش دعوة بالسنة، تقول له تلهج كده هتكفر، لا تستطيع أن تصلي ولا تستطيع أن تقيم الزكاة، تؤتي الزكاة ولا تستطيع تحج ولا تستطيع تعمل حاجة. كويس؟ يبقى ده مدخل الكفر. إنكار السنة مدخل الكفر. آه. وهو بيبقى كافر، دلوقتي العلماء قالوا إنه كافر طب. وفي 61 جزعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون. إلى آخره، ظاهر غني عن الشرح، كلام واضح، لأنه ده أصله أعداد، فهتشرح فيها إيه؟ اللي بيجب الزكاة بيبقى عنده الأعداد دي حاططها في جيبه ويخش يبتدي ينفذ القانون. مش عايزة بقى إيه يعني مناقشات كثيرة. ظاهر غني عن الشرح، وبنت المخاض لها سنة ودخلت في الثانية، وبنت اللبون لها سنتان ودخلت في الثالثة، والحقة لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والجذعة لها أربع سنين ودخلت في الخامسة. بعد الجذعة في سن تاني اسمه ثنية، اللي عندها خمس سنين، ده بتستخدم في الأضحية بقى، وتستخدم في الهدي في الحج، لكن ملهاش في الزكاة موقع، واخد بالك؟ لكن ايه لو ده طلعت انا حاجة كبيرة، ثنية يعني عندها خمس سنين، يبقى اخد الباقي، اخد الباقي على طول. الباقي ايه؟ لما زود سنة شاتين، يبقى اديله الباقي، افكها له يعني. يعني اروح مديله انا ايه؟ افرض ان انا عايز اطلع بنت لبون، وانا ما عنديش بنت لبون، ده انا عندي حقة، يقوم ياخد الحقة ويديني منه من عنده شاتين، الباقي يديني الباقي، خدت بالك؟ يبقى كل سنة افكها بشاتين. طب ما عندوش شياه، يديني ثمان شاتين، كان زمان الشاه بعشر دراهم، يقوم يديني 20 درهم. كويس؟ طب عنده شاة واحدة وعنده 10 دراهم، يديني شاة وعشر دراهم، يقوم الباقي، خدت بالك ازاي؟ ادي طريقة ايه؟ جباية الزكاة. اللي بيروح يجبي الزكاة ده خبير في الجمال، حتى لو ما سجلش ده يبص لها كده يعرف على طول، يفتح بقها يعرف من طول ساقها، يعرف من ديلها، يعرف من سنامها، خبرة بقى. وبعدين يشوف الرقم القومي. لو في شاتين بطلعهم من شيه عندي، هل الشيه بقى بتحاسب عليها بعد ما اطلع شاتين على زكاتها، ولا يعني لو عندي شيه؟ عندك شيه وعندك جمال، اه هتطلع الاول؟ بتطلع طبعا، يحسب لك دول لوحدهم ويحسب لك ده لوحده، لان ده اللي انصاب وده اللي انصاب، وبعد كده تفك بقى. كويس؟ حضرتك كده من العله من هنا، حضرتك يعني تنصح اللي معاه فلوس كتير مثلا وهيطلع زكاه 25000 جنيه يديها للواحد بس عشان يقول انه ينفق؟ ينقله طبعا على قد ما هو الاصل. المفروض ان احنا قلنا الكلام ده في اول درس الزكاه، ان الزكاه فقه امه يقوم بها الحاكم، ليس فقه افراد. لازم الحاكم يلم زكاه الناس في القطر اللي هو بيحكمه كله، ويحطه في بيت مال، بص تلاقي عنده مليارات، ساعتها بقى بالمليارات دي يقدر ينقل الفقراء. يجي له شاب عنده 30 سنة بادي حياته، يقول لك اللي عنده 30 سنة ده وبادي حياته، متوسط عمره كام؟ 60 سنة، يبقى أنت عايز تاخد ما يكفيك 60 عاما، يفترض إنه مش هيشتغل 60 سنة. بيكفيك كام في الشهر يا ابني؟ يقول له بيكفيني 1000 جنيه يا سيادة الحاكم في الشهر. يقوم يحسب 1000 جنيه في عدد الشهور في عدد 30 سنة يطلع مثلا مليون جنيه. يقول له خد يا ابني شيك بمليون جنيه، ما أشوفش خلقتك تاني عندي. فهمتني ازاي؟ يبقى اتنقل، ما يجيلوش تاني السنه الجايه خلاص ده. تبص تلاقي كل سنه يخرج له كل سنه، يخرج له من الفقر على حسب بقى الكميه اللي عنده، يخرج له من الفقر مثلا 100,000، 200,000،
500,000، يعني نص مليون كل سنه، كل سنه كده، كل سنه كده. تبص تلاقي بعد 5 6 سنين ما عندكش فقير في المنطقه، ما بقاش عندك فقير في المنطقه خلاص. وده اللي حصل ايام سيدنا عمر بن عبد العزيز. ثالث سنه يدوروا على حد محتاج يقولوا له مش لاقيين. طيب شوفوا اللي عايز يتجوز نجوزه، برضه مش لاقيين. طب اللي عايز عربيه نجيبها له، برضه مش لاقيين. طب اللي عايز شقه على النيل، برضه مش لاقيين. فقال لك طب خلاص ارمي لحم للديابه في الصحراء عشان تشبع، تقوم ما تهجمش على اموال الناس اللي بترعى، واخد بالك؟ فصار الذئب يرعى مع الغنم لانه شبع خلاص، مش محتاج. شفت ازاي بقى؟ لان هو الزكاة لو تنفذ كفقه أمة تنقل الناس من الفقر للغنى على طول. انما طول ما انت بتطلع ورقة ب50، ورقة ب100، ورقة ب10، ورقة ب20، وخلص زكاة مالك، يفضل طول عمره شابك فيك الفقير ده، عمره ما هيغتني. كل سنة بل كل شهر واقف على بابك عايز ياخد منك، تقوم انت تطهق منه وهو يطهق منك، وكل ما تقابله تكشر لانه شبك في رقبتك. مجرد اديته مرة بقى حق مكتسب خلاص، بقى كل شوية يخبط عليك يتعبك ويرهقك، وفي نفس الوقت تبقى انت محرج مع ربك، انا مش عايز ارده، وفي نفس الوقت بيرهقني ماليا لان كل يوم عايز طلباته كتيرة لا تنتهي. فتفضل باستمرار كل ما تشوفه تدي له ورقة ب5، ورقة ب10، ورقة بجنيه، سندوتش، يفضل طول عمره فقران ما يغتنيش. انما الصوره الثانيه اللي بحكي لك عليها دي تنقله على طول نقله ثانيه، تخليه حاجه ثانيه. ايه؟ احنا الوقت اللي بنطلع الزكاه عشان نبرأ ذمتنا بس، لكن تبرأ ذمتك قدام ربنا بس يوم الايام، لكن الاثم على حكام المسلمين ان هم سايبين الناس بتطلع زكاتها بمزاجها. لان في ناس بتطلع زكاتها مظبوطه، وفي ناس بتطلع زكاتها تقريبيه، بحيث ان الفقير يستحق اكتر لكن من شدة غناه يبخل على الفقير. يعني واحد عنده مليار زكاتها 25 مليون جنيه اللي عنده مليار، ورجال الاعمال الوقت اللي عنده مليار في وسطهم يعتبروه فقران، دي حقيقة. اللي عنده مليار حجم اعماله مليار في وسط رجال الاعمال يعتبروا ده لسه بيحبو. في مصر يعني مش اقل من 1000 واحد يملكوا اقل حاجة فيها مليار، ده مش اقل من 1000 واحد، لكن في بقى عشرات المليارات كتير. فتصور انت واحد مثلا عنده 10 مليار هيطلع زكاة ماله في السنة 250 مليون جنيه، ده واحد بس. تصور بقى لو الزكاة بيحسبها الحاكم زي ما بيحسب الضرائب كده، ويروح مجمعها حاططها في بند الزكاة، هتبص تلاقي انت عندك بيت مال المسلمين في باب الزكاة عنده مليارات رهيب، اعداد ضخمه، يقدر يبني بيوت ويوزعها بلاش للفقراء يسكنوا فيها، مش تمليك كمان، اسكان تعاوني، ده ببلاش خالص، ويتحايل عليه وبيصير تعالى استلمها، يقول له لا انا عايزها بحري، يقول له لا انا عايزها يقول له طيب خلاص خد اهي العمارات اهي، خدوا اتفرجوا واختار. تتحول الحياه الى حياه تانية، تبقى صوره الحياه صوره تانية. انما الحاكم ما بيعملش كده، حكام المسلمين ما بيعملوش كده. لو انا عندي 40 شيخ وعندي جمال زكاتها شاتين، ونقد ان لو خصمت الشاتين الاول ال 830 دي يدفعوا معايا، لا يجيبها بفلوسه بالنقد ويطلع من ال 40 شاشه يبقى عليه 3 شيخ. يعني ال 40 يبقى اخد من ال 40 3 شيخ. سهله؟ يعني انا عندي 40 شاه وعندي مثلا 10 جمال، اروح مطلع ال 40 شاه بطلع منهم شاه، وال 10 جمال عايزين شاتين، اروح مطلع 3 شياه من ال 40. سهل. لكن ما اطلعش 2 شاتين للجمال واقول انا ما عنديش ال 40، قال له ما ينفعش. واضح؟ لو عندي 200 بدنة او جمل احسبهم اربعينات ولا خمسينات؟ مخير. على حسب مصلحة الفقير، حسب عدد الفقراء. احيانا الاختيار هنا يكون للساعي على حسب، عنده عدد فقراء كتير فياخد عدد اكتر، عنده الفقراء قليلين ياخد العدد احلى، يعني اقل يكون احسن في القيمة واقل في العدد وهكذا. وان كان المستويان اخير المالك، اخير المالك، واخد بالك؟ يبقى احنا كده قلنا ثم في كل ثم بعد زيادة التسع على 121
هيبقى 130 وزيادة 10 بعد زيادة 9 عشان يبقوا 140. 140 يستقيم الحساب على أن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففي 140، 140 عندي إيه؟ 50 و50 و40، يبقى حقتان وبنت لبون، مش كده برضو؟ سهلة. وبنت لبون حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، ثلاث حقاق وهكذا. كويس؟ أنت الحاجات دي المفروض إن ما تحفظهاش، يعني مش شرط تحفظها، أنت تفهمها. وبعدين لما تبقى يعينوك بتجبي الزكاة هتكتبها في ورقة كده برشامة تحطها في جيبك وانت رايح تلم الزكاة لحد ما تلاقي نفسك بالممارسة حفظتها. لكن هو الهدف مش انك انت تحفظها او ترهق نفسك، الا لو كان عندك امتحان، فاحنا كنا بنحفظها ايام الامتحانات بتاع كلية الشريعة علشان بس نكتب كلمتين نلاقي حاجة نكتبها نقابل بيها ربنا، بس يسألك سؤال لازم تكتب له اعداد. بعد كده انت بعدم الممارسة بتنساها فتقوم ترجع لها تاني. حتى ان سيدنا علي لما كان خليفه كان في جيبه صحيفه حاطط فيها الديات واخد بقى واسنان الابل حاطط فيها الحاجات دي كلها، علشان دي يقول لك الصحيفه دي خدها من فم النبي كتبها علشان يشيلها، لانه كان بعته قاضي في اليمن فكتب الحاجات دي عشان ما ينساهاش. فضلت معاه لحد ما ايه ما استشهد، هذه الصحيفه اللي كان كاتب فيها اسنان الابل والديات والحاجات دي. نقرأ بقى كلام الشيخ البيجوري، بيقول: فصل في مقدار نصاب الإبل وما يجب إخراجه عنه. فالغرض من هذا الفصل وما بعده من الفصول الآتية بيان مقدار النصاب الذي هو أحد الشروط السابقة. قول: وأول نصاب الإبل 5، أي فليس فيما دونها زكاة، لحديث: ليس فيما دون 5 زود ذود من الإبل صدقة، والذود ما بين 3 و9، وقيل من 3 إلى 9. وفيها شاه، أي لخبر في كل 5 شاه، وهي تطلق على الذكر والأنثى، فالتاء فيها ليست للتأنيث بل للوحدة، وإنما بل للوحدة يعني للوحدة، وإنما وجبت الشاه مع أن الظاهر وجوب شيء من الإبل، لأن إيجاب بعير يضر بالمال. هو أصلا إن أنا الأصل إيه؟ إن أنا بطلع الزكاة من جنس المزكى. طيب ما هو الشيا دي مش من جنس الابل، مش كده برضو؟ لكن هنا وجبت ليه؟ لان انا لو خدت من 5 نوع منها يبقى انا هضر المالك، واخد بالك؟ ولو خدت بعضها دبحتها واديته جزء منها صبع واحدة هضر الاثنين، الفقير هياخد لحمة ياكلها وتخلص منه ويفضل فقير، والمالك يقل ماله. فعلشان كده الشرع نظر للارفق بالاثنين. وإنما وجبت الشاة مع أن الظاهر وجوب شيء من الإبل، لأن إيجاب بعير يضر بالمالك، وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس يضر به وبالفقراء، يضر بالمالك يعني وبالفقراء لضرر المشاركة، ففي وجوب الشاة رفق بالفريقين. ما عندوش شاة بيديله قيمة شاة، يديله فلوس ثمن الشاة. ويجزئ بعير الزكاة عما دون 25 عوضا عن الشاة الواحدة أو الشياه المتعددة، وإن لم يساوي قيمة الشاة لأنه يجزئ عن 25 فما فوقه. ويجزئ بعير الزكاة عما دون 25، احنا قايلين في 20 4 شياه، طب أنا ما عنديش أديله بعير، أديله جمل صغير، كأني جمعت الأربع شياه وخليتهم جمل صغير. الجمل الصغير قيمته اكتر من 4 شياه، خلاص الزياده ربنا يديله فيها ثواب الفرد كمان مش ثواب النافله، وثواب الفرد اعلى. يعني الحكايه بتبقى فيها تسامح. فلان البنت لابون بتجزئ عن 25، فلو طلعتها عن 20 يبقى من باب اولى، تجزئ من باب اولى، لأنه يجزي عن 25 فما فوقها كما سيأتي، فعما دونها أولى، ويثاب عليه كله ثواب الواجب لأنه لا يتجزأ. وأفادت إضافة بعير إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى إن كانت إبله إناثا أو فيها إناث، والأنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع. قول: أي جذع الضأن، يبقى في 5 جذعت إيه؟ شاه. ايه هي الشاة؟ تعرفها؟ جنس الماعز
والايه والخراف اللي هي الضأن، اذا كان ضأن يبقى سنه وماشيه في الثانيه، واذا كان ماعز يبقى سنتين وماشيه في الثالثه. اي جزع الضأن لها سنه اي تحديديه كما اشار اليه الشارح بقوله ودخلت في الثانيه، لكن لو اجزعت مقدم اسنانها اي اسقطته بعد سته اشهر اجزأت كما قاله الرافعي في الاضحيه. اجزعت يعني بدلت سنانها، اما اقول جزع يعني سنانها اتبدلت، السنان اللبنيه وقعت وتطلع السنان الدائمه، كويس يعني بلغت في جنس. كان الشرع لما اشترط في الاضحيه سن معين اشترط سن يستطيع الاضحيه انها تجيب زيها، والا هتضيع الذريه بعد كده. يحصل ان لما تذبح كل سنه الصغار الصغار الصغار، طب وهيتولد غيرهم امتى؟ يقوم الشرع يديلك سنه سن تكون الايه الاضحيه جابت مثلها، تقوم اما تذبحها يبقى فيه بدلها، يقوم يضمن ايه بقاء النوع مش انقراض النوع، ودي برضو حكمه من الشرع كبيره. وعلى شكرا بيقول لك اذا اسقطت اسنانها قبل سنه يبقى بلغت بدري، زي ما واحد شنبه يطلع بدري شوي. في مصر مثلا الشنبه ده بيطلع في حدود 14 ل 16 سنه، كويس، ويبقى البلوغ بتاعه من 14 ل 16 يتفاوت واحد لواحد، واحد يبلغ بدري شويه واحد يبلغ متاخر شويه، كويس ما يضرش. علشان كده يبقى دي علامه. فالاول اللي هو منزل منزله البلوغ، الاول اللي هو ايه اللي هو انها سقطت اسنانها بالسن، والثاني اللي هو تبقى مشيت في الثانيه، كملت السنه الاولى ومشيت في الثانيه، منزل منزله البلوغ بالاحتلام. يبقى لو كسرت سنانها وبدلت ده يعتبر البلوغ بالسن، لان افرض مثلا واحد بلغ سن مثلا 15 سنه ولسه لم يحتلم، اقول عليه ما بلغش، اقول عليه بلغ بالسن مش بالاحتلام، لان علامات البلوغ اما بالاحتلام او بالسن، كويس. كذلك واحده ما بنت ما حاضتش لحد ما بقى سنها 16 سنه، اقول انها ما بلغتش، لا بلغ بالسن مش بالحيض، واضح؟ علشان كده بنعتبر لو اتكسر السنان ده بلوغ بالسن لو بدلت يعني، ولو ما بدلتش يبقى بعد سنه ده بلوغ بالاحتلام. وقوله طبعا تختلف من بلاد الحرة لبلاد الباردة طبعا. وقوله أو ثنية معز، فهو مخير بين الجذعة والثنية، بالثنية. وقوله لها سنتان أي تحديدا كما أشار إليه الشاعر، تحديدا يعني مش بالتقريب، يعني 24 شهر هجري، يعني ما ينفعش أجيبها وهي 23 شهر هجري، لازم يبقى التحديد مش التقريب. اما يقول لك ثنيتان تحديدا يبقى لازم المده، لما يقول لك تقريبا يبقى يتفاوت شهر ولا اتنين تمشي حالك بالزياده او النقصان يعني، هنا يقول لك تحديدا. وقول لا سنتان اي تحديدا كما اشار اليه الشارح بقوله ودخلت في الثالثه، ويجزئ الجذع، الجذع من الضأن والثني من المعز، يبقى ايه سواء كان، وإن كانت الإبل إناثا، يعني يجوز إخراج الشياب ذكر أو أنثى ولو كانت الإبل إيه إناث، ما يشترطش الذكورة والأنوثة في المسألة، لصدق اسم الشاع عليه فإنها تطلق على الذكر والأنثى كما تقدم. قوله وقوله مبتدأ وظاهر غني، ومبتدأ وظاهر غني عن الشرح خبر. وقوله وفي عشر شاتان أي جذعتان من الضأن أو ثنيتان من المعز. وقوله وفي خمسة عشر ثلاث شياء أي ثلاث جذعات من الضأن أو ثلاث ثنيات من المعز. وقوله وفي عشرين أربع شياء أي أربع جذعات من الضأن أو أربع ثنيات من المعز. ويعتبر في المخرج عن الإبل من الشياء كونه سليما وإن كانت إبله معيبة، بخلاف المخرج عن جنسه، خد بالك، ويعتبر في المخرج عن الإبل من الشياه كونه سليما ولو كانت الإبل معيبة، يعني رفيعة مسلوعة مريضة هزيلة، لازم إيه الشياه يبقى سليم. لكن لو بدأت بقى هاخد من الإبل من جنسها هاخد المتوسط، بعضها هزيل وبعدها سمين، أو أروح واخد المتوسط كله هزيل أخد واحدة هزيلة، يبقى إيه على حسب نوعها.
وإن كانت إبله معيبة بخلاف المخرج عن جنسه فلا يعتبر كونه سليما إلا إن كان المخرج عنه سليما. سهلة؟ طيب. قوله: وفي 25 بنت مخاض، أي بنت ناقة مخاض. بنت مخاض يعني بنت ناقة مخاض، يعني أمها مخاض. سميت بذلك لأنها بعد سنة آن لأمها أن تكون مخاضا يعني حاملا. فإن عدم بنت المخاض، طب ما لقاش بنت مخاض، يعني أنثى بنت مخاض عمرها سنة وماشية في الثانية، ياخد ابن لبون، ياخد ذكر بقى بس عمره سنتين عشان يعوض، لأن بنت المخاض اللي عمرها سنة أقيم من الذكر اللي عنده سنتين، أو قد الذكر اللي عنده سنتين من حيث القيمة، لأن الأنثى أحسن في مثل هذه الحالات لأنها بتكبر تجيب زيها وتجيب لبن، مش كده؟ فإن عدم بنت مخاض فابن لبون أو حق وإن كان أقل قيمة منها. وبنت المخاض المعيبة أو المغصوبة العاجز عن تحصيلها أو المرهونة بمؤجل أو حال، يعني بدين مؤجل أو دين حال مع العجز عنه كمعدومة. يعني لو عنده بنت مخاض معيبة أو مغصوبة أو مرهونة كأنها مش موجودة، ما احسبهاش اقول ابقى اخدها، لا كانها مش موجوده. ولا يكلف ان يخرج بنت مخاض كريمه، يعني سليمه حلوه قيمه، يعني دي معنى كريمه يعني نوع كويس، الا ان كانت ابله كلها كرائم، الا لو كانت الابل كلها كرائم فيكلف حينئذ ان يخرج بنت مخاض كريمه. لكن تمنع الكريمه، تمنع الكريمه عنده ابن لبون وحقا لوجود بنت مخاض مجزئه في ماله. يعني هو مش مخير، لو انا عندي بنت مخاض وابن لبون انا ما اتخيرش، هنا ياخد ابن بنت المخاض، لكن انا بقى ما عنديش بنت مخاض لكن عندي ابن لبون ياخده بقى خلاص. ولو اتغيرت الاسعار وبقى ابن لبون ده اغلى يعني. لا، العبره مش الاسعار، بالذكوره والانوثه هنا، لان احنا هنا بننظر لحق الفقير ان يبقى عنده انثى تدر له لبن وتجيب مثلها عشان انقله نقله، لان الفقير مش هياخدها يبيعها ولا يذبحها، لا هياخدها يسيبها ترعى تكبر، وبعدين بعد هي كلها ثلاث سنين تحمل وبقوا اثنين، وبقوا بعد سنه بقت ثلاثه، وبعد سنه كمان بقوا اربعه، وبعد خمس سنين اخد منه زكاه بعد ما كان فقير. شفت بقى الجمال؟ بقى غني بقى. ها؟ العله مش القيمه يعني. لا، العله مش القيمه، العله ان انا عايز اخرجه، اديله الانثى علشان اخرجه من الفقر، لان الانثى دي هي اللي هتخرجه من فقره. فهمتني؟ بس كريمه يعني سليمه قيمه جيده غير معيبه، يبقى كريمه يعني غير معيبه. لما يبقى كل الابل بتاعته كرائم يعني غير معيبه اطلع واحده كريمه، لما تبقى الابل بتاعته بعضها معيبه وبعضها كريمه اطلع حاجه متوسطه عشان ما ظلموش. واضح؟ قول: وفي 36 بنت لبون، نقلنا بقى من 25 اطلع بنت مخاض لحد ما يبقوا 35 بنت مخاض. طب والفرق ده اسمه وقص لا زكاة فيه، كويس؟ بعد كده بقوا من 36، من اول 36 اعلي سنة في سن اللحاق، اروح مطلع ايه؟ بنت لبون. بنت لبون يعني امها ولدت العيلة اللي بعدها وابتدت تردع، يعني بقت ايه؟ ذات ضرر. 35 مخاض. ايوه زي ما هي، ما غيرش ولا زود. مع 36 بقى. اول 36 لحد 45 كله حاجة واحدة. اطلع ايه؟ بنت لبون. اي بنت ناقة لبون. بنت لبون يعني بنت ناقة لبون. يعني بنت ناقة بتتحلب بتجيب لبن، والناقة عشان تجيب لبن لازم تكون خلفت يعني بنت مخاض جديدة، وناخد ايه؟ ال 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 الولادة اللي قبل دي. واضح؟ اي بنت ناقة لبون سميت بذلك لأنه آن لأمها أن تصير لبونا أي ذات لبن بسبب ولادتها ثانيا. ولا يؤخذ ابن اللبون اللي هو الذكر، ولا حق اللي هو برضه الذكر اللي عنده ثلاثة وماشي في الرابع، عن بنت اللبون عند فقدها. ولا يؤخذ ابن لبون ولا حق عن بنت اللبون عند فقدها. ها؟
ما ينفعش. بخلاف احنا عند فقد بنت المخاض اخد ابن اللبون، لكن هنا لا، ولا يؤخذ ابن لبون ولا حق عن بنت اللبون عند فقدها. والفرق بين بنت اللبون وبنت المخاض ان كل منهما يزيد على بنت المخاض بقوته على ورود الماء والشجر، مش كده برضو، وامتناعه من صغار السباع بنفسه، ولم يزد بذلك على بنت اللبون لوجود تلك القوة فيها أيضا، فلم يجزئ عنه. قوله وفي 46 حقة، حقة الحقة بكسر الحاء سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، يعني بقت عروسة كويس وعلى وش جواز، وأن يركب عليها ويحمل على ظهرها، تستعمل بقى، ممكن يأجرها، واخد بالك، الناس تحمل عليها ويأجرها ويكسب منها، وممكن كمان ايه يأجرها تحمل ايه يعني متاع الناس في السفر وياخد منها فلوس، بقت زي تاكس، كان عنده تاكس وشغال. فاكر ما قلناش لو ما فيش موجود هنا بنت لابون مش هناخد الزفر، طب هنعمل ايه الفرق يعني، هنعمل ايه في الحته دي لو هنا ما فيش وهنا مش هناخد؟ يبقى في الحاله دي هنستنى لما يبقى عنده ديون عليه، يا اما يروح يشتري لي من السوق بنت لابون ويجيبها لي، يروح يشتريها لي هو، يروح السوق ياخد يا يبيع واحد يبدل ويجيب لي بنت لابون. انا عايز انا اطلع الفقير، انا اتصرف انت، مش انت راجل عندك جمال وراجل غني، فهمتني ازاي؟ وفي 46 حقة، لانها سميت حقة لانها استحقت ان يطرقها الفحل وان يركب عليها ويحمل على ظهرها، ولو اخرج بدلها بنتي لابون اجزاه، لان البنتي لابون برضو مفيدين حلوين، ما الحقة هتبقى عندها 3 سنين وماشيه في الرابعة، وبنتي اللبون كل واحدة 2 سنين وماشيه في الثالثة، فلو حطيتهم جنب بعض يجوا حقة، واضح؟ وفي 61 جزعة، يبقى من 46 لحد 65 حاجة واحدة. طيب وفي 61 جزعة بالذال المعجمة وهي التي لها 4 سنين وطعنت في الخامسة، سميت بذلك أنها أجزعت، أي أسقطت مقدم أسنانها، ابتدت إيه؟ تطلع لها بقى أسنان الإيه الأساسية. وقيل لتكامل أسنانها، ولو أخرج بدلها بنتي لبون أو حقتين أجزاه على الأصح، لأنهما يجزئان عما زاد فعما دونه أولى، والجذعة آخر أسنان الزكاة بخلاف الثنية وهي التي لها 5 سنين وطعنت في السادسة فليست من أسنان الزكاة وإن كانت من أسنان الأضحية. لو أنا هجيب أضحية من جنس الجمال تبقى 5 سنين على طول كده، والا لا تجزئ اضحيه. وسميها ثنيه، ثنيه ابل، ثنيه ابل يعني مطلعه سنتين في مقدم فمها دائمتين مش السنان اللبنيه، ودي ما بيحصلش الا لما تبقى عندها 5 سنين كويس. ويجوز طبعا في الاضحيه الذكر والانثى، لكن اخر اسنان الزكاه اللي هي ايه الحقه، الجذعه، الجذعه اللي هي بعد الحق اللي هي عندها 4 سنين وماشيه في الخمس. وان كانت من اسنان الاضحيه اللي هي الثنيه، ولمن عدم واجبا من الابل ولو جذع في ماله ان يصعد درجه، ممكن يطلع حاجه اعلى درجه، ولو للثنيه يعني عليه جذعه يروح مطلع ثنيه ويأخذ جبرانا، ياخذ الباقي بشرط ان تكون ابله سليمه، او ينزل درجه ويعطي الجبران ويطلع ويدي هو الباقي، وهو شاتان الباقي، يعني السنه اللي تفرق سنه واحده بشاتين على طول. يبقى لو السنه زياده في حق المالك يبقى اديله انا الباقي شاتين، لو السنه ناقصه في حق المالك يبقى هو اللي يدي شاتين عليه. سهله؟ طيب بالصفه السابقه طبعا، أو 20 درهما، لأن كانت الشاة في أيامهم ب10 دراهم اللي هو قيمتها، أو 20 درهما نقرة أي فضة خالصة بخيرة الدافع ساعيا كان أو مالكا. اللي يختار هنا هيختار بين الشياه وال20 درهم، اللي يختار مين؟ الساعي اللي أنا مخليه مسؤول عن الجمال بتاعتي، أو المالك،
يا اما الساعي اللي بيسعى على الزكاه بياخدها الموظف او المالك او بالتراضي، يقعدوا مع بعض يتراضوا. بخلاف الخيره في الصعود والنزول فانها للمالك لا للساعي. لو اخترنا بقى في الجنس هناخد اعلى او اقل، غير هاخد ايه باقي اشياء او دراهم. لو هاخد في السن اعلى واقل لازم اخير المالك، عشان المالك هو صاحب الحق. واضح؟ فانها للمالك لا للساعي. ولا يبعض الجبران، ما يبعضش الجبران، يعني جبران يا اما اديله شاتين يديله 20 درهم، لكن ما ادلوش شا و10 دراهم، يبقى الجبران يبقى جنس واحد. فلا يجزئ شاة وعشرة دراهم بجبران واحد إلا لمالك رضي بذلك. لكن لو المالك رضي بكده ينفع، لكن الساعي ما يجبروش على كده. واضح؟ لأن الجبران حقه فله إسقاطه. فإذا كان عنده 36 ولم يجد بنت لبون في ماله، فله أن يصعد للحقة ويأخذ جبرانا، وأن ينزل لبنت المخاض ويعطيه، وله صعود درجتين فأكثر ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران بحسب الدرجات عند عدم القربة في جهة المخرجة. يعني أنا عندي أعلى سنتين من السنة، يبقى هاخد أربع شيئات. كويس؟ يبقى الجبران يتعدد بعدد السنوات. فلو كان عنده 25 وعدم بنت المخاض فله أن يصعد إلى الحقة ويأخذ جبرانين عند عدم بنت اللبون، كما له أن يصعد إلى الجذعة ويأخذ 3 جبرانات، أو إلى الثنية ويأخذ 4 جبرانات. ولو كان عنده 61 وعدم الجذعة فله أن ينزل إلى بنت اللبون ويعطى جبرانين عند عدم الحقة، كما له أن ينزل إلى بنت المخاض ويعطى 3 جبرانات. فإن وجدت القربة في جهة المخرجة فليس له أن يصعد أو ينزل عنها إلى ما فوقها أو تحتها. أما إن وجدت لا في جهة المخرجة فلا تمنع، كأن يكون عنده 36 وعدم بنت اللبون وعنده بنت المخاض، فله أن يصعد إلى الجزعة عند عدم الحقة، لأن وجود القربة في غير جهة المخرجة لا يضر. ويجوز تبعيد الجبرانين فأكثر، فيجزئ 22 درهما لجبرانين كالكفارتين، ولا جبران في غير الإبل من البقر وغنم لعدم وروده إلا في الإبل. يبقى في البقر ما فيش حاجة اسمها جبران ولا في الغنم. الكلام اللي فات ده واضح، فيهوش مشكلة. وفي ست أيوة 25 دول يفرض معظمهم صغيرين بنت لبون، ما يفرقش. العدد خلاص، أنا عندي 25 أي كان سنهم. أيوه أي سن. أصل لا يتصور هذا الكلام اللي أنت بتقوله، لا يتصور. لأن تملي بيبقى عندك جميع الأسنان تملي، لأن دي بتبقى مراحل بيتوالدوا بيكثر. لكن افرض انت، اصل هم يشترط علشان يتم ده ان هم اصلا بيرعوا في كلأ مباح، يعني السوم. انما اللي انت بتفترض وفاكر انه هيروح السوق يشتري ويتملكها، ما دي لا زكاة عليها، دي تجارة، دي عروض تجارة. فهمت؟ ما احنا قايلين ان النصاب هنا مع بقية الشروط اللي هو السوم والملك التام والحاجات دي. فاللي انت عندك ده يتصور عند تاجر الجمال اللي بيشتري جمال ويبيع جمال، ده معلوش زكاة في الجمال، ده زكاته زكاة عروض تجارة. فهمتني بقى؟ يعني انا مثلا عندي دلوقتي عايز اطلع حقة، واخد بالك؟ يبقى القريب منها ايه؟ الحقة اللي قبلها بنت لبون، واللي بعدها جدعة. كويس؟ طيب يبقى انا عندي هنا في الجهتين، فانا مخير لان عندي جهتين. طيب لما يبقى انا عايز اطلع بنت لبون، عندي بنت مخاض قبلها وعندي بعدها حقة. كويس؟ طب لو انا عايز اطلع بنت مخاض، ما عنديش الا من جهة واحدة عليها، ما عنديش الا قبلها. فهمتني ازاي؟ فلازم يبقى في جهة. قول: وفي 76 بنت لبون، أي تعبدا لا بالحساب. أصل لو هتحسب وإلا فمقتضى الحساب أن يجب في 72 بنت لبون، اللي هو 36 و36 يعني، مش كده برضو؟ هروح حاسب بقى 36 و6، لكن قال لك لا، ده 76 بنت لبون.
لان بنت اللبون وجبت في 36 كما تقدم، فلو اعتبر الحساب لوجب في 72 بنت لبون، لكن احنا هنا بندي 71، وفي 91 حقتان، اي تعبدا لا بالحساب برضه كسابقه، والا لوجب في 92 حقتان، لان الحقه تجب في 46 كما تقدم، فلو اعتبر الحساب لوجبت الحقتان في 92. كلها حاجات رياضيه سهله مش عايز اشرح. وقول وفي 121 ثلاث بنات لبون، اي بالتعبد لا بالحساب كما في الذي قبله، لانه لو اعتبر الحساب لوجبت الثلاث بنات لبون في 108 يعني 36 في 3 مش كده برضو؟ فهذا كله بالنص ولا دخل للحساب فيه. قول وظاهر، قوله ظاهر غني عن الشرح، هو كذلك لكونه بالنص فلا خفاء فيه، لكن لا بأس بالتكلم عليه كما قدمنا. وما بين النصاب أو النصب يسمى وقصا، وما بين النصب جمع نصاب يعني، وما بين النصب يسمى وقصا أي عفوا، فلا يتعلق به الواجب على الأصح. يعني بين 25 والستة وتلاتين ده ما يتعلقش بذك يسمى وقص، كويس؟ أي عفوا فلا يتعلق به الواجب على الأصح. فلو كان له 9 من الإبل وتلف منها 4 وجبت شاة كاملة لعدم تعلق الواجب بالزائد. يعني عنده 9 أخذ منه شاة، طيب عنده 9 وماتوا 4 بقى عنده 5 أخذ شاة برضه، ما أقولش ده مسكين ده لسه ميت له 4 جمال، ماليش دعوة طالما وصل لحد النصاب. يبقى 9 هاخد شاة، 8 هاخد شاة، 7 هاخد شاة، 6 هاخد شاة، 5 هاخد شاة، عد وصلنا 10 هاخد شاتين لحد 14، بعد كده 15 هاخد 3 شاة وهكذا. قول وبنت المخاض لها سنة، أي تحديدا كما أشار إليه بقول ودخلت في الثانية. وقول ثم في كل إلى آخر المبتدأ خبره، ويؤخذ من قول أي ثم بعد زيادة التسع إلى آخر، لأنه في قوة أن يقال معناه كذا وكذا، وغرض الشارح بهذا إصلاح المتن، لأن ظاهره يقتضي أنه متى زاد على 121 ولو واحدة يتغير الواجب ويستقيم الحساب، وليس كذلك، بل إنما يتغير الواجب بزيادة 9 ثم بزيادة 10 كويس؟ اللي هي امتى بقى ابتدي احسب ان في كل 50 حقة وكل 40؟ لما يزيد بقى 9 الاول 130، وبعدين بعد كده يزيد 10 عشان يبقوا 140، عشان يبقى عندي هنا 40 و50، وابتدي احسب على كده، كل 50 اطلع حقة وكل 40 اطلع بنت لابون. وعبارة المنهج وبتسع ثم كل 10 يتغير الواجب، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة انتهت، ففي 130، ال 130 معناها 40 زائد 40 زائد 50 مش كده برضو؟ طيب يبقى فيها في 130 حقة عن ال 50 وبنت لبون عن ال 40، سهلة؟ ويستقيم الحساب بزيادة 10 ويستقيم الحساب هو العامل في الظرف المتقدم وثم داخل عليه، والتقدير ثم يستقيم الحساب بعد زيادة التسع إلى آخره. قوله ففي 140 حقتان وبنت لبون، ال 140 معناه 50 زائد 50 يبقى حقة وحقة حقتان، ويتبقى ال 40 أطلع بنت لبون، سهلة، لأن فيها 50 و50 و40، فتجب الحقتان في 50 و50 وبنت اللبون في 40. وفي 150 ثلاث حقاق، لأن فيها 3 50ات، ففي كل 50 حقة فالجملة 3 حقاق وهكذا. أي ففي 160 4 بنات لبون لأنها 4 40ات، وفي 170 3 بنات لبون وحقة لأنها 3 40ات و50، وفي 180 حقتان وبنت لبون لأنها 50 و50 و40 و40، وفي 190 3 حقاق وبنت لبون لأنها 3 50ات و40، وفي 200 يبقى عندي بقى تنفع على 40 اقسمها على 40ات واخد 5 بنات لبون، وينفع اقسمها على 50ات واخد 4 حقاق في ال 200، سهله. وفي 200 يتفق الفردان، فباعتبار كونهما 4 50ات يجب 4 حقاق، وباعتبار كونهما 5 40ات يجب 5 بنات لبون، فاي السنين وجد
في ماله أخذ، وإن وجد شيء من الآخر لأن الناقص كالمعدوم، وإن وجد معا بصفة الإجزاء وجب الأغبط يعني الأنفع للمستحقين للفقير، لأن كل منهما فرضها، فإذا اجتمع يعني الأغبط واخد بالك ازاي واللي عنده روعية ما فيه حظ المستحقين إذ لا مشقة في تحصيله، فإن أخذ غير الأغبط فإن كان بتدليس من المالك كأن أخفى الأغبط وأظهر غيره، أو بتقصير من الساعي بأن لم يجتهد، وإن ظن أنه الأغبط بلا اجتهاد فلا يجزئ، وإلا أجزأ للعذر وجبر التفاوت لنقص حق المستحقين بنقد البلد أو بجزء من الأغبط لا بجزء من غير الأغبط. فلو كانت قيمة الأربع حقاق 400، يعني افرض ان انا هطلع زكاة 200 جمل وانا الراجل الساعي انا اللي هاخد، فانا عندي اربع حقاق اخدهم او اخد خمسة بنات لبون، لو كان تمن الخمس بنات لبون اكتر من تمن الاربع حقاق يبقى اخد الاغبط اللي قيمته اعلى للفقير. طب افرض الراجل المالك دلس يعني خد بالي بين لي ثلاث حقاق بس والتانية خلاها تروح تشرب عشان ما يعرفش ان انا عندي الاثنين، او على العكس وانا قصرت في هذا ثم بان وعايز ابرأ ذمتي او مدفع الفرق، الاقي ان الاربع حقاق تمنهم 200 مثلا والخمس بنات لابون 250، يبقى ادفع فرق 50، ادفع فرق 50 اجبرهم، واضح؟ عشان الفقير مراعاة لحق الفقير يعني. ادفعهم المالك يدفعهم طبعا، مش الساعي اخدهم من المالك. لو في خمسه بقى 135 يطلع عليها كاش ولا لا؟ لا لا خلاص، بعد كده هنمشي على كل 50 وكل 40 والباقي وقف. وفي 200 يتفق الفرضان، فاحنا قلنا هنا فإذا اجتمع روعي ما في حظ المستحقين إذ لمشق في تحصيلي، فإن أخذ غير الأغبط فإن كان بتدليس من المالك كأن أخفى الأغبط وأظهر غيره، أو بتقصير من الساعي بأن لم يجتهد، وإن ظن أنه الأغبط بلا اجتهاد فلا يجزئ، وإلا أجزأه للعذر وجبر التفاوت لنقص حق المستحقين بنقد البلد أو بجزء من الأغبط لا بجزء من غير الأغبط. فلو كانت قيمة الأربع حقاق 400 كل حقة 100، وقيمة الخمس بنات لبون 450 كل بنت لبون 90، وقد أخذت الحقاق فيجبر التفاوت إما بخمسين من نقد البلد أو بخمسة أتساع بنت لبون، فإن نسبة الخمسين إلى 90 خمسة أتساع ولا يجزئ نصف حقة ولو كانت قيمته بقدر قيمة خمسة أتساع بنت لبون. سهلة يعني، المهم إن أنا أخذ حق الفقير أعوض حق الفقير. ونقف على فصل في بيان مقدار نصاب البقر وما يجب إخراجه إن شاء الله يوم السبت القادم، يبقى بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء عشان هيبقى التوقيت صيفي، فهنصلي المغرب هيبقى المغرب على الساعة 7:30 تقريبا، الدرس يبدأ 8 ونقعد بعد صلاة المغرب إلى أن يؤذن العشاء، ولا نصلي السنة القبلية، نكمل الدرس بمقدار السنة القبلية اللي هي التلت ساعة وبعدين نصلي العشاء وننصر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك.